بدأت تتضح معالم الانفراج للأزمة البرلمانية التي دامت لأسبوعين تقريبا، بعدما قدم الرئيس المقال سليم الجبوري طلبا للنواب المعتصمين يقضي بتأجيل جلستهم المفتوحة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل لإعطاء فرصة للحوار والتفاهم بين الفريقين قبل التوجه إلى عقد جلسة مشتركة تضم كل الأطراف، ما يكشف عن وجود تقارب كبير بين الفرقاء قد يفضي إلى تسوية الخلافات. وما يعزز هذا التقارب إعلان الجبوري عقد جلسة شاملة يوم الثلاثاء المقبل يحضرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لعرض كابينته الوزارية. السيد سليم الجبوري فعلا يلجأ إلى التسوية السياسية والضغوطات الخارجية والداخلية على أعضاء مجلس النواب العراقي المعتصمين، لأن لو كان فعلا لديه جدية باحترام القانون واحترام الدستور واحترام إرادة الشعب العراقي الذين يمثلهم هؤلاء النواب المعتصمين للجأ إلى القضاء وطعن إذا رأى نفسه متضررا، ولكن لم يلجأ إلى القضاء لأن يريد حل مشكلته بالتسوية السياسية التي سوف يلجأ إليها يوم الثلاثاء. وفي إطار هذه التغييرات المتسارعة والمفاجئة تتباين مواقف النواب المعتصمين بشأن عرض إقالة الجبوري ونائبيه مجددا للتصويت في الجلسة المقبلة، ففريق يرفض وآخر يدعو لمناقشة الموضوع داخل الجلسة المشتركة. ندعو كل النواب للم الشمل وإجراء الأمور الدستورية وقانونية ضمن السياقات وحسب النظام الداخلي، فإذا انسجم مع كل الكتل السياسية فلا ضير أنه تمشي الأمور كذلك. ندعو يعني الآن السيد رئيس البرلمان والهيئة الرئاسة هم مقالين، فإذا هناك مخرج لهم قانونيا في المحكمة الاتحادية وفي دستوريا وقانونيا فلا ضر أن يحضر الجلسة. وشكل المعتصمون لجنة خاصة للتفاوض مع سليم الجبوري لوضع الترتيبات النهائية لحل الأزمة بالتشاور مع الكتل السياسية الأخرى من أجل عقد الجلسة القادمة. شكلنا خمسة لجان، منها لجنة العلاقات هي اللي تتكلف بالتماس مع الأطراف والكتل السياسية بما فيه دكتور سليم الجبوري. وبحسب مصادر برلمانية فإن الفرقاء بدأوا يبحثون عن آلية دستورية وقانونية تسمح بعودة هيئة الرئاسة المقالة إلى موقعها الطبيعي بما يحفظ ماء وجه الفريقين. من بغداد، محمد صباح، المدى.